بعد العيد في لو هذا المعرض ما استمرش انا بعمل معرض سلع معمره بضمان بنك مصر لاهالي حي الملك، يستمر 3 شهور تجهيز من الالف الى الياء لحد 100,000 جنيه دون مقدمات. ممتاز. تخفيف عن بدون مقدمات. بدون مقدمات خالص. اهالي المرج بس ولا ناس؟ لاي حد عايز يجي ياخد، اي حد عايز يجي ياخد لحد 100,000 جنيه. مساله جميله جدا السلع المعمره دي، ولذلك وتجهيز العرائس كل حاجه ان شاء الله باذن الله، لان انا شغال في محورين خدمي وبرلمان، وجود تشريعي هام وكان ليا دور حتى في التعقيب على قانون الخدمه المدنيه في كل القنوات الفضائيه والقنوات التلفزيونيه وصوت الشعب، التعقيب على بيان الحكومه كان بشكل راقي، لان انا مش بعلق على بيان ان انا اهدم في الدوله، لا الدوله تعبانه ولازم ان احنا لما نيجي نعلق ونيجي ننتقد ونيجي نعمل ندي الحلول، ما نقولش لا دي غلط، طب غلط وايه الصح؟ اساعد المسؤول التنفيذي. الامر الثاني شغال على الجانب المرتبط بالشارع والمواطن، وخاصه انا ليا 40 سنه خبره في العمل السياسي والاجتماعي، ولذلك ده مشروع مهم جدا حضرتك بتتبناه ده. طبعا. فالنهارده السلع المعمره اللي هي ايه علشان السلع المعمره اللي هي الاجهزه الكهربائيه والمفارش وكل ما يلزم تجهيز مثلا جهاز عروسه من الالف الى الياء وبدون مقدم، بدون مقدم بضمان بنك مصر ان شاء الله، ودي مفاجاه انا بعلنها حصريا على قناه الحياه. طب ده بشرى ساره حصريا، انا ما علنتهاش اول مره علناها. طب الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله. هو البرنامج ده اصله حصريا والله علينا لحضرتك حصريا في نفس هذا المكان لكل مواطن في حي المرج ان شاء الله. ومعرض السلع المعمره دي وتجهيزات العرائس ممكن نقعد حوالي اكثر من 4 شهور. انا امتداد معرض اذا لاهالي المرج ان شاء الله بعد رمضان، معرض للسلع المعمره برعايه المستشار عيد هيكل العضو بالتنسيق مع بنك مصر بدون اي مقدمات، بالتنسيق مع بنك مصر 1000 جنيه كمان وبدون اي مقدمات، بالتنسيق مع بنك مصر ده شيء ممتاز.